عليكم. في هذا الفيديو راح نتكلم هذا الفيديو والفيديوهات اللاحقة راح نتكلم عن الاندكسز PostgreSQL اندكسز. اللي منكم ما يعرف عن طريقة عمل الكويري الخاصة بأي جدول أو في أي داتابيس أو قاعدة بيانات، عندما تقوم بمثل هذه الكويري select star from this من هذا التابل من هذا الجدول في ضمن هذه قاعدة البيانات هذه، أنا أبحث الآن عن هذا الاسم، هذا الاسم موجود في هذا التابل. كيف عملية البحث تتم في هذه الحالة في عملية select query؟ عملية select query راح تتم إنه فرضا أن هذا الجدول فيه مليون سطر مليون رو، وأنا هذا الاسم موجود في السطر رقم 900,000. عملية البحث راح تتم كالآتي: ابتداء من السطر رقم 1، وثم تقوم بالبحث في كل عمود، ثم إذا لم تجد المعلومة تتحول إلى السطر الثاني، كذلك تقوم بنفس الشيء، وإذا لم تجد المعلومة تحول إلى رقم السطر الثالث، وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى السطر رقم row number 900,000 اللي موجودة في هذه المعلومة اللي أنا أبحث عنها. طبعا من واضح إنه هذه العملية مكلفة جدا، مكلفة من حيث استهلاك مصادر المتوفرة لديك اللي هي مثلا CPU، المعالج، الميموري، الرام، حتى ممكن شبكة الانترنت ممكن تستهلك عندك بسبب هذه العملية المكلفة هذه. طيب عادة كيف يتم تفادي هذا الأمر؟ كيف يتم تحسين أداء قاعدة البيانات والبحث عن المعلومات في قاعدة البيانات؟ المبدأ بسيط جدا، هو باستخدام الاندكس. في هذه المرحلة احنا راح نتكلم عن الاندكسز بشكل مبسط، ما راح نتعمق اكثر في مسألة الاندكس، فقط كلامنا بشكل مبسط عنها. الاندكس بشكل عام هو عبارة عن مؤشر الى عمود معين في الجدول. الاندكس هو عبارة عن مؤشر الى كولوم معين، الى عمود معين، عمود من الداتا في جدول معين، هذا هو الاندكس. اذا الاندكس هو مؤشر الى عمود الى كولوم معين في جدول ما، هذا هو باختصار الاندكس. طيب الان بالنسبه للجداول تكون تيبلز اللي تكون فيها حجمها صغير، بضعة آلاف أو بضعة عشرات الآلاف من الصغور من الروز، هذه العملية ما راح تكون تستهلك مصادر كبيرة من 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 السيرفر اللي تعمل عليه، وما راح تستهلك فقط وقت طويل كذلك في عندما تبحث عن أي معلومة. لكن في بعض الجداول تتألف من مئة مليون سطر، مليار سطر في بعض الجداول الشركات الضخمة، قواعد البيانات الكبيرة، ممكن الجدول الواحد يتألف من مليار سطر. فأنت عندما تبحث عن معلومة معينة في ضمن هذا الجدول، هذه المسألة راح تأخذ وقت طويل جدا، وبالنتيجة هذه المسألة تصبح غير عملية، وأنت بحاجة إلى الاندكس في هذه الحالة، إلى الاندكس. طيب الآن كيف ممكن عمل الاندكس؟ كيف ممكن أن نعمل الاندكس لأي تيبل؟ وكيف يحسن هذا الاندكس؟ ابتداء هو كيف يحسن الاندكس؟ كيف يحسن من عمل الداتابيس؟ طبعا حتى تعمل اندكس بشكل عام بشكل بسيط، هو تستخدم هذا السينتاكس او هذا الاسلوب لعمل اي اندكس. كما ذكرت احنا راح نتكلم بشكل مبسط فقط عن الاندكس في هذه المرحله، لانه هذه الحصص هي مبادئ البوستجريسكيو فقط وليس للمرحلة المتقدمة. فحتى تعمل اندكس فقط كرييت اندكس، اعطيه اسم معين اون سكيما، اسم السكيما واسم التيبل، ثم تختار اسم العمود او الكولوم. هذه السينتاكس راح يخلق لك كولوم او راح يخلق لك اندكس على هذا العمود، على هذا العمود، على هذا الكولوم، راح يخلق لك هذا الاندكس. طيب المرحلة الثانية هذا الاندكس راح يعمل كوبي لكل المعلومات المتوفرة في هذا المعلوم في هذا العمود،
إذا هذا الإندكس راح نخلقه، راح نعمل تحديد على أي عمود أي كولوم. المرحلة الثالثة راح نقوم بعمل كوبي نسخ لجميع المعلومات المتوفرة في هذا الكولوم تحديدا، في هذا العمود تحديدا، ثم بعد ذلك نقوم بكتابة هذه المعلومات إلى فايل آخر، إلى فايل جديد. هذا الفايل يسمى الindex table file، فايل جدول الindex. طبعا هذا الفايل يكون فايل جديد ويحتوي فقط على معلومات هذا العمود الموجود فيه. فهذا الفايل، هذا الindex table file، راح يحتوي فقط على هذه المعلومات لهذا العمود اللي هو عمود الindex. ثم بعد ذلك هذا الفايل راح يتم حفظه في الهارد ديسك الخاص بالجهاز او بالسيرفر او بالماشين اللي انتم تستخدموها. اذا هذه العمليه هي كالاتي: اول شيء نستخدم هذا السنتكس حتى يخلق الاندكس. هذا الاندكس راح يتم تعيينه الى عمود معين، الى كولوم معين. راح هذا الاندكس يقوم بنسخ جميع المعلومات المتوفره في هذا العمود، ويقوم بعمل فايل جديد، وتنسخ هذه الفايلات وتكتب جميع هذه المعلومات في هذا العمود إلى هذا الفايل. ثم هذا الفايل يتم حفظه على الهارد ديسك الخاص بالسيرفر أو المشين اللي أنتم تستخدموها. إذا هذه هي الطريقة. إذا المعلومات على الإندكس أو لهذا الإندكس ما راح تخزن على الجدول الأصلي، إنما راح تخزن على جدول في فايل جديد هو الindex table file. طيب الآن قد يبدو لك تساؤل يخطر على بالك إنه أي عمود إحنا راح نختاره حتى يكون الindex، هل هذا أو هذا أو هذا العمود أو هذا العمود؟ يعني كيف هي الـ 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 الشروط اللي على ضوها إحنا راح نحدد الindex column؟ خلينا نشوف هذا table. هذا في أن تيبل يخص معلومات المستخدم. تصور أنه أنت عندك موقع، موقع ويب سايت، والمستخدمين لهذا الموقع في عندهم معلومات: الإيميل، الباسورد، الاسم الأول، كذا، كل تفاصيل متعلقة بهذا المستخدم للموقع الخاص فيك. طيب الآن هذا المستخدم يريد يعمل لوج إن، لوج إن، يدخل على موقع، على موقعك، ويدخل على حسابه في موقعك. طيب عادة المستخدم ماذا يفعل؟ يقوم بإدخال إيميل وباسورد، إيميل وباسورد، ويتم تدقيق هذا الإيميل والباسورد مع المعلومات المخزنة في هذا الجدول على السيرفر. فإذا كان هذا المستخدم هذا الإيميل وهذا الباسورد صحيحة، عندها ساعتها راح هذا المستخدم راح يتمكن من الدخول إلى حسابه في موقعك. طيب كل مستخدم، كل يوزر، راح يكون مضطر أني يستخدم الإيميل والباسورد، الإيميل والباسورد. لابد لكل مستخدم أن يستخدم الإيميل حتى يدخل متمكن من الدخول إلى حسابه. إذا من بين كل هذه الأعمدة في هذا الجدول هناك عمود واحد هو الأكثر استخداما، هو الأكثر استخداما، اللي هو عمود الإيميل كولوم، الإيميل كولوم. إذا هذا العمود، هذا الكولوم، هو الأكثر استخداما في هذا الجدول. إذا هذا العمود هو راح يكون المرشح الأساسي لأن يكون هو الإندكس كولوم، هو الإندكس. إذا أنا عندما أضع إندكس راح أختار العمود الذي أكثر استخداما في الجدول، الأكثر استخداما في الجدول هو العمود المرشح لأن يكون عليه الإندكس. إذا في هذه الطريقة تمكننا من أن نعرف أي عمود راح نختاره، كيف نعمل الاندكس، ثم هذا الاندكس، مراحل عمل الاندكس، نسخ المعلومة، ثم كتابة المعلومات إلى جدول جديد، إلى فايل جديد ويسمى بالاندكس تيبل فايل. ثم هذا الفايل الجديد راح يتم تخزينه على الهارد ديسك. طيب كيف راح يتم تحسين الأداء؟ تحسين الأداء كما ذكرنا في الكويري العادية، احنا راح نقوم بفحص كل رو، كل
توبل ما يسمى بالرو أو توبل أو السطر، كل سطر وكل سيل، السيل هي تقاطع العمود مع الرو. إذا هذه السيل هي تقاطع هذا العمود مع هذا الرو. إذا كل سيل راح يتم فحصها عندما نختار الكويري العادية، لكن عندما نختار الكويري اللي عليها إندكس مع الإندكس هنا راح فقط نقوم بالبحث في الجدول اللي متوفر في الفايل الجديد. هذاك الفايل الجديد يحتوي فقط على عمود واحد، فقط على هذا العمود، فقط على المعلومات المتوفرة في هذا العمود. إذا هنا الاندكس والكوي راح تكون أسرع بالتأكيد، لأنها راح تبحث عن المعلومات فقط ضمن هذا العمود، وبالتالي النتيجة راح نحصل على الحصول على معلومات اللي احنا نبغاها من أجل وبشكل أسرع وباستهلاك أقل ما يمكن من الريسورسز الخاصة في السيرفر مثل السي بي يو والرام وشبكة الإنترنت. شكرا لكم.